فإن القطاع مقبل على بادرة جديدة في مراجعة قانوني البلدية والولاية، حيث نعتزم إعداد قانون عام للجماعات الإقليمية يرمي لتعميق اللامركزية وتحرير المبادرات المحلية من كل العوائق التي تحول دون إطلاقها، حتى نضع جماعتنا المحلية في سياقها التنموي المناسب لها والسماح لها من تجسيد السياسات التنموية الكفيلة بتحقيق انطلاقة تنموية حقيقية لأقاليمها. فعلاوة على القانون العام للجماعات المحلية الذي سيأتي ليدعم جهودكم، سيتم إعداد قانون خاص للجباية المحلية، سيكون بادرة أخرى أرادها فخامة السيد رئيس الجمهورية بنظرته المتبصرة إطارا قانونيا فعالا لتجسيد لا مركزية جبائية من شأنها تحرير مبادرتكم وتمكينكم من تحقيق الأهداف المسطرة الرامية لتفعيل دور اقتصادي فاعل للجماعات المحلية. أنتم مكلفون بالعمل على توفير القدر الكافي من العقار الصناعي المهيئ والذي يتوفر على جميع المرافق الضرورية لاستقبال استثمارات اقتصادية محلية مهيكلة ومحفزة لتنافسية أقاليمكم، ويقع على عاتقكم بمعية المجالس المحلية المنتخبة إلى كل الاهتمام لهذا الملف وتحقيق الأهداف المسطرة له في أقرب الأجال. استكمال لهذا المسعى سيقع على عاتقكم في القابل من الأيام تهيئة الظروف اللازمة من أجل ضمان احترام إرادة الشعب السيدة وتمكين المواطنين من التعبير عن خياراتهم بكل أمانة في الانتخابات المحلية المقبلة التي تقتضي من كل واحد منكم جهدا مضاعفا من أجل إنجاح هذا الموعد الديمقراطي الهام، وستجدون منا في ذلك كل الدعم والمرافقة.